دابا جبرتو وصلنا لاقشور بالضبط في اقشور دابا حنايا باقينا شي حاجه نوصلوا راه فاينا باش نبداو داخلين في وسط المناظر الطبيعيه ديالها. الدنيا خاويه شي حاجه واعره واعره بزاف بزاف هيدا كيعجبني الدنيا تكون خاويه شي حاجه ما تكونش عامره بزاف بحال ايام د الحد حيت حنا ما طلعناش نهار الحد والقايله النهار مزيون ايوا يلا نكتشفوها كامله دابا ان شاء الله مع بعض. هاد المكانة هايدا كل ساعة ونص أو واقف هنا فوق راسي ولكن معرفتش واش كيبان لكم ولا لا راه فاينة في الشجرة راه فاينة معرفتش
مورا الشلال الدار ديالو عند بزاف. والله الدنيا هنايا نسد فيها شي حاجة وبحال اللي ما كنبانشي حيتاش مورايا تما القايلة. حنا جينا لهنا مورا الشلال. حتى هنايا إذا بغيتي تجي تاكل كاين رافينا كراسة وطاولة كيجيبو لك الماكلة حتى من هنايا. منظر أكثر من رائع. واللي كنبغي نقول للناس اللي خصو يجي من هنايا الأقشور ولا بد يجي مساعد يلبس عليه الحوايج تشاندر من الأحسن تشاندر سفردينا باش ملي تجي هنا ما تعذبش في الطريق. الطريق طويلة شي حاجة واحد 3 ساعات هايدا كدا جيتي بلاتي عليك، واحد جوج ساعات إذا جيتي كتخلف مزيان جوج ساعات ساعة ونص. ولكن كيما قلت لكم بنادم خصو يجي لابس مزيان باش ما يتعذبش السروال الطراوزيز هنايا وهاديك ما صالح لك شي. من الأحسن أجي لابس عليك مزيان. إيوا المهم هاد البلاصة هادي غيكون فلوق ديالنا التالا. مبقى ليا إلا نقول لكم ضغطوا على اللايك وخليو شي كومونتير تما وكتبوا لي كيما كنقول لكم كتبوا لي لتحت الأماكن اللي خصكم نزورها وبارطاجيو الفيديو الماكسيموم حيت هادشي هذا هو اللي كيحفزني باش نزيد نعدل لكم فلوقات ياخرين ونمشيو اماكن ياخرين نصوروهم وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وتهلاو في راسكم تلاقاو فيديو جديد. واللي بغا يشوف اليوميات ديالي كنزلها في الانستغرام الحساب ديالي تحت في الديسكريبشن ولا الفيسبوك. يلا تهلاو في راسكم تلاقاو فيديو جديد. تشاو.